يداهم دون تمييز. I've got to be clear. We all got to be clear. This is the worst public health crisis for a generation. This disease is more dangerous, and it's going to. لكن الوضع يفرضها علينا. نحن بلد في حرب، حرب صحية بالطبع. فنحن لا نحارب لا جيشا ولا أمة أخرى، ولكن العدو بيننا غير مرئي، ولكنه موجود، وهذا ما يتطلب منا التعبئة الجماعية. Both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. جائحة عالمية بدأت من مدينة ووهان الصينية ديسمبر 2019، فيروس كورونا المستجد. منظومات صحية ظلت مثالا يحتذى في الجاهزية والقدرة الاستشفائية لم تستطع الصمود أمام هذا الفيروس وأعلنت عجزها. توقفت الحركة جوا وبرا وبحرا، وأصبح النداء الذي تردده الألسن بكل لغات العالم: ابقوا في منازلكم. بتاريخ 13 مارس 2020 أعلن تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 بموريتانيا. معهد الوطني مكين وعلمنا لدقائق مهم ياسرين عندنا حالة إيجابية لهذا الفيروس. من هنا بدأ ظهور اسم البلاد ضمن لائحة الدول التي وصلتها الجائحة العالمية: فيروس كورونا المستجد. وقبل هذا التاريخ كانت عين الرقيب الموريتاني جاهزة للتحدي ومنع انتشار هذا الفيروس في البلاد. حزم إجراءات وقائية استباقية أعلنتها اللجنة الوزارية متعددة القطاعات، بدأت بوضع فرق مراقبة على أغلب المعابر الجوية والبرية والبحرية. وتسريعا من وتيرة الإجراءات الاحترازية، ومع تسجيل دول الجوار لحالات من الإصابة بكوفيد-19، كانت الحزمة الأولى من الإجراءات الوقائية والتي شملت النقاط التالية: خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي مدة 14 يوما، تقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية، إغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من مدارس وجامعات، دعوة جميع المواطنين إلى تجنب التجمعات والفعاليات، وضع رقم أخضر 1155 للرد على استفسارات المواطنين. وتماشيا مع ما تقتضيه اليقظة والاستعداد، مسايرة لتطبيق الاستراتيجية الاستباقية التي وضعتها الحكومة منذ الإعلان عن ظهور الفيروس، واصلت اللجان الوزارية وضع إجراءات احترازية، حيث تم الإعلان عن حزمة إجراءات وقائية جديدة شملت وقف الرحلات الدولية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، منع التنقل بين الولايات حظرا للتجوال من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، تعليق صلاة الجمعة ووقف الدراسة بالمحاضرة، إغلاق كافة المطاعم والمقاهي إلى إشعار جديد. كان ولله الحمد بلدنا من أواخر البلدان اللي وصل لها هذا الوباء، ومن بين المحاور اللي كان يتم العمل عليها، وأولا لأن كل القادمين من المناطق الموبوءة كان يتم الحجر عليهم وفحصهم، لكن ما يختلط حد بالمجتمع ما هو مؤكد انه خالي من هذا المرض. هذا واحد من الاجراءات اللي كانت متخذه وكانت فعاله. المساله الثانيه هي مرحله معينه لين وصل الوباء للحدود، وصل البلدان بالحقيقة التواصل بينها وبين موريتانيا بشكل يومي، وقتها ارتأت الحكومة أنها تقفل المنافذ نهائيا، اللي لم تعد ذيك الاستراتيجية اللي كانت متخذة لم تعد ممكنة، اللي الحقيقة كانت تصل وفود يوميا وطائرات إلى آخره، وهذا ما كان ممكن التعامل معها بنفس الطريقة في مرحلة معينة، وبالتالي قررت الحكومة غلق المنافذ، وهذا أيضا أدى لتأخير
وصول المرض إلى البلد، ومع غلق المنافذ أيضا تم اتخاذ إجراءات زاد هي فعالة تجاه الناس اللي يخترقوا ذاك الغلق. أيضا تم اتخاذ إجراءات فعالة باللي كعاد يعامل معهم كيف كان يعامل مع المسافرين مسبقا، باللي عاد ينقفوا زادهم وينعزلوا وتعدلهم الفحوص مرحلة معينة. ترقب ورصد كان عنواني المرحلة الأولى من استراتيجية موريتانيا منع الانتشار فيروس كورونا، استراتيجية أعطيت الأولوية في اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية الذي وقف على عمل اللجان الوزارية متعددة القطاعات وعقد سلسلة لقاءات معها في مقر عملها. هذا الوباء مس بلدان أكثر من وسائل في مجال الصحة، سواء كانت وسائل بشرية أو بنى تحتية استشفائية ولا صحية، وأكثر من تجارب قاع في المجال وفي المجالات الصحية وفي مجالات الأوبئة أو الأزمات، ولا استطاعوا على أنهم ذي البلدان اللي حتى الآن ما قليل منها اللي فات تخطى المراحل الصعبة. الكشف الطبي للحالات المشبوهة كان في البداية يتم بإرسال العينات إلى مختبرات دولية موثوقة ومعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، وظل جزءا من مشكل الرصد، ولأن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد كان ضاغطا لتسريع من وتيرة الاستعداد والجاهزية، سارعت الحكومة الموريتانية في استيراد اللوازم والمعدات، وأصبح المعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية قادرا على إجراء فحص كوفيد-19 في مدة لا تتجاوز الساعات وفق المعايير والضوابط العالمية. بدينا نأقلم استراتيجيتنا مع ما هو متاح. مرحلة معينة كانت لدينا فحوصات PCR، ولله الحمد كانت لدينا في مرحلة كنا أحوج، كانت لدينا الحاجة ماسة في الفحوصات، باللي كنا في بداية انتشار الوباء وكان ضروري علينا نواكبه بذيك الفحوصات، فحوصات PCR. وعقب ذاك تعود خفت عندنا ذيك إمكانية فحوصات PCR. يقير قبل أن تتوقف هذه الفحوصات عملنا على إدخال الفحص السريع. ياكنا نواقم بين الاثنين، ياكنا قدونا نتابعوا استراتيجيتنا. أدخلنا نوع من الفحص السريع في البداية، عقب ذاك حصلنا على أنواع من الفحص السريع أكثر عندها مواصفات أحسن من الفحوصات السريعة اللي كانت عندنا مسبقا، وهذا كامل تأقلم مع الوضع. وهذا هو اللي الحقيقة أما من استمرار العمل واستمرار متابعة تطور الوباء دون انقطاع على الرغم من هذه المشاكل كاملة اللي مطروحة، مشاكل الحصول على المعدات والمدخلات واقتنائها وحملها، هذا كامل الحقيقة فيش من الصعوبات لا يفي ولا يلتهي. في منتصف شهر مايو 2020 وبعد أسابيع من تسجيل صفر حالة، أعلن عن إصابات جديدة بالفيروس صنف بعضها كحالات مجتمعية، مما جعل وزارة الصحة تعلن عن بداية تطبيق استراتيجية جديدة تقوم على تحديد الحالة الوبائية بالعاصمة نواكشوط وحصر المخالطين وعزلهم. وفي هذا الإطار تمت زيادة أماكن العزل الصحي والاستعانة بمركب السكن الجامعي كمركز عزل للمصابين بدون أعراض. وصل الفيروس وفعلا وصل بموجة عنيفة مفاجئة نوعا ما، ضربت مدينة نواكشوط وخاصة أحياء المركزية بالمدينة، وشكلت ضغط متين على نظامنا الصحي.
غير الله الحمد ذيك الوضعية ما طوالت ما طوالت نظرا للحقيقة لتكثيف الجهود في التعرف على الحالات وفحصها. للرغم من عامل المفاجأة في ذيك الأيام وصل عدد الفحوص إلى أقصى حد. في ظل هذه الوضعية تم تحيين الاستراتيجية الوقائية ضد كورونا، وبدأ العمل بتكثيف الفحوص عبر تكوين فرق متنقلة للاستجابة لنداءات المواطنين. وكان مركز الاتصال 1155 مرتكز الرقابة الوبائية ورصد اتصالات المواطنين عبر 12 خطا ساخنا بكل اللغات الوطنية وعلى مدار 24 ساعة. يقوم هذا المركز بتوجيه المتصلين إلى المراكز الصحية، وكذا توجيه الفرق الصحية إلى من تظهر عليهم أعراض كوفيد-19. وتخفيفا من هذا الوضع، أعلنت اللجنة الوزارية عن إنشاء مراكز استقبال في مختلف ولايات منطقة نواكشوط تحت إشراف الجيش الوطني. ظرف صحي صعب فرض إجراءات حجر وإغلاق وآثارا اقتصادية واجتماعية على المواطنين، وضعية أعطيت الاهتمام دراسة وبحثا عن الحلول. فكان إعلان فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني عن إنشاء صندوق لتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا في خطاب موجه إلى الشعب. فقد تقرر إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، يهدف إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الصلة بانعكاسات الوضعية الحالية على المواطنين، خصوصا الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود. وتنفيذا لهذه التعهدات، أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر برنامجا استعجاليا للتدخل. تم بمرحلته الأولى توزيع سلال غذائية استفادت منها 200,000 أسرة بالتعاون مع الجيش الوطني. كما أشرف فخامة رئيس الجمهورية على المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي، والذي شمل توزيع مساعدات نقدية استفادت منها 186,000 أسرة فقيرة. إجراءات اقتصادية واجتماعية هدفها الأوحد التخفيف من وضعية صحية ظلت فيها الرقابة الوبائية، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، تقييم كان هدفه الخروج بالبلد من الإجراءات الوقائية المشددة إلى إجراءات تخفيفية. عرفنا أيام وليالي يعودوا عندنا مرضى ما نعرفوا بل من يمديروه، لا بد من البحث في جميع المؤسسات الصحية، يا كنا نجبروا لكل حالة بل من نديروا هالفي. الحمد لله اليوم ذاك الاكتظاظ ما تلخر. بعض المستشفيات اللي كانت مجهزة لهذا المرض اليوم الحمد لله مغلقة منذ أسبوع ما في أحد، والأجنحة اللي مخصصة لهذا الوباء في المستشفيات غالبها اليوم خالي، والله لا عاد في حد فيها رواقي جقدال. إذن بفضل الله تعالى معناها بالحقيقة وصلنا لمرحلة تناقص هذا المرض، وبالتالي دخلنا في المرحلة الثالثة. بالتالي المرحلة الثالثة معناها مرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية اللي كان معمول بها، باللي لازم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تستمر يغير ما اللي تستمر بنوع من الحذر. إجراءات تخفيفية واصلت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات دراستها للخروج الآمن بالبلاد من أزمة فيروس كورونا. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لدراسة الحصيلة العامة لنتائج الإجراءات المتخذة وتطور الحالة الوبائية، وكذا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إجراءات الحظر ومنع التنقل بين الولايات. وقررت اللجنة الوزارية بعد هذه الاجتماعات تطبيق إجراءات تخفيفية جديدة، فأعلنت أنه ابتداء من 10 يونيو 2020 يتم فتح الطرق بين الولايات والرفع الكلي لحظر التجوال وفتح المطارات للرحلات الداخلية. مرحلة جديدة التعايش مع فيروس كورونا، تعايش بحذر كما عرفته المصالح الصحية، ضامنه الأساس رقابة وبائية ويقظة دائمة استشعارا لأي خطر صحي.